السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء طلبة التعليم المفتوح أو التعليم المدمج. معاكم دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومعاكم في مادة الإيكونومكس. تعالوا نشوف النهاردة في إيه. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الديماند لو والديماند سكيدول والديماند كيرف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السبلاي لو اللي هو قانون العرض، والسبلاي سكيدول اللي هو قانون جدول العرض، والسبلاي كيرف منحنى العرض. زي ما اتكلمنا على الطلب هنتكلم عن العرض. قانون العرض هنا بيقول إيه؟ السبلاي لو المنتج بيهدف إيه؟ إحنا قلنا المنتج إيمز تو ماكسمايز بروفيت، عايز يعظم الربح، وبالتالي هيبقى هدفه رفع الاسعار، عايز يرفع السعر، يبقى كل ما السعر ما هيزيد هيعرض اكتر، يبقى العلاقه طرديه. يبقى ده بيقول لك ايه؟ زرار بوزيتيف ريليشن شيب، في علاقه بوزيتيف هنا يعني ايجابيه او طرديه. بوزيتيف ريليشن شيب بتوين ايه؟ العلاقه دي بين بتوين البرايس اند كوانتيتي ديماندد سبلايد، يبقى علاقه بوزيتيف ريليشن شيب، بوزيتيف ريليشن شيب بتوين ايه؟ البرايسز الاسعار اهي، والكوانتيتي سبلايد اللي هي الكميه المعروضه. وين ذا برايسز انكريز، لما تزيد الاسعار كوانتيتي سبلايد انكريز، الكميه المعروضه هتزيد، بس ده بشرط الاذر ثينجز ار هيلد كونستانت، يعني مع بقاء العوامل الاخرى ثابته. السبلاي سكيدول اللي هو جدول العرض، هنحط الجدول ده فيه البرايس هنا اهو، ده البرايس، وهنا الكوانتيتي سبلايد الكميه المعروضه. طيب كل انا عندي البرايس 1 2 3 4 5 والكميه 10 20 30 40 50، يعني كل السعر هما يزيد، السعر زاد من 1 ل 2، الكميه زادت من 10 ل 20. when prices raises from 1 to 2 the quantity supplied will raise from 10 to 20 وهكذا، يبقى العلاقة طردية اهي. at prices at the prices raises، مع زيادة الأسعار the quantity supplies will raise، هتريز برضو أو هتزيد. at price 1 pound the quantity supplied is 10، يعني عندي سعر 1 pound هنا اهو، عندي السعر ده الكمية كام هنا؟ 10. طيب لما when price raises to 5، لما السعر زاد ل 5 يبقى quantity supplied برضه raises to 5، أو the quantity supplied raises to 50 units، 50 إيه؟ وحدة. فهمنا جدول العرض، يبقى ده جدول العرض، علاقة طردية بين الكمية السعر والكمية المعروضة. السبلاي كيرف، السبلاي كيرف برضه هنرسم الجدول ده هيدينا إيه؟ يبقى السبلاي كيرف هنا بيقول لك اهو graphical representation of the supply schedule، التمثيل البياني لجدول العرض is the supply curve، هيديني السبلاي كيرف او منحنى العرض. we show the supply curve in the next figure، هنوريه في الشكل التالي. ادي المحور الرأسي والمحور الافقي، على المحور الرأسي هحط البرايس، والافقي الكوانتيتي سبلايد اهو. وبعدين اشوف بقى at price 1 عند السعر 1 الكمية هنا، ادي السعر واحد اهو، الكمية المطلوبة كام؟ 10. ولما السعر يزيد، السعر يزيد اهو لتو، الكمية زيد ل 20، وهكذا كل السعر ما يزيد الكمية هتزيد اهو. لو وصلنا النقط دي، يعني النقطة دي تقابل ايه؟ سعر واحد مع كمية 10، والنقطة دي سعر 2 price 2 مع quantity supplied 20، وهكذا. لو وصلنا دول كده بالنقط دي هيدينا اهو، ده بقى المنحنى ده اسمه ايه؟ ده السبلاي كيرف، ده السبلاي ايه؟ كيرف. اس ده اختصار لايه؟ السبلاي اللي هي الكلمه دي، اول كلمه من السبلاي. يبقى بيقول ايه؟ كل ما السعر يزيد اهو، الاسعار تزيد، البروديوسرز هيعرضوا اكتر اهو، كوانتيتي سبلاي هتزيد. فهمنا السبلاي كيرف. طب تعال نشوف الشيفتس ان سبلاي كيرف، امتى السبلاي كيرف ينتقل برضه زي الديماند؟ وين اذر فاكتورز، العوامل الاخرى اللي احنا، بس العوامل الاخرى دي اللي بتعمل شيفت في السبلاي.
زي التكنولوجيا والانبوتس برايتس اسعار المدخلات زي المواد الخام او امور العماله. برايس اوف ريليتد جودز اسعار السلع اللي هي ريليتد ليها سواء سبستيوت يعني مع بدائل او كومبلمنت او مكمله. اند جفرمنت بوليسي اللي هي السياسات الحكوميه. يبقى انا عندي التكنولوجي ده اول عامل ممكن يعمل شيفت في السبلاي كيرف. رقم 2 الانبوتس برايس اسعار المدخلات ده العامل رقم 2، والبرايس اوف ريليتد جودز ده العامل رقم 3، والجفرمنت بوليسيز اللي هي العامل رقم 4. بيعمل سبلاي بيعمل شيفت اب اور شيفت داون في السبلاي كيرف. طيب تعالوا نشوف الفاكتورز ديت اهي. اول فاكتور عندنا او اول عامل اللي هو التكنولوجي. التكنولوجيا لما تزيد يعني تطور التكنولوجيا هيعمل ايه؟ هيزود او كمبيوترايزد مانوفاكتشرنج لاورز برودكشن كوست اند انكريز سبلاي. يعني ميكانيك التصنيع بتقلل تكلفه الانتاج وتزود العرض. يعني لما الكمبيوتر اخترعوه ده تكنولوجيا اهي قللت تكلفه الايه؟ الانتاج. يبقى اذا التكنولوجيا بتزود الانتاج بتزود السبلاي. الانبوتس برايس اهو ريدكشن يعني التخفيض في الويجز انخفاض الاجور. بيت وركرز المدفوعه للعمال لاورز برودكشن كوست بيقلل تكلفه الايه؟ انتاج اند انكريز السبلاي وبيعمل زياده في السبلاي. طيب البرايس اوف ريليتد جودز اسعار السلع الريليتد بقى المرتبطه. اف تراك برايسز اسعار العربيات النقل اهي فول حصل ذا سبلاي اوف كارز ريزز. بدائل لدي دي بدائل لايه؟ للاخرى. طيب الجفرمنت بوليسي او السياسات الحكوميه زي التاكسز اللي هي الضرايب. ريدكشن ان تاكسز التخفيض الضرايب على الانتاج هيعمل ايه؟ هيزود المعروض. لارز برودكشن كوست اند انكريز سبلاي. يبقى السياسات الحكوميه التاكسز الضرايب لما تقل الانتاج هيزيد. طب لما الضرايب تزيد الانتاج يقل اللي هو المعروض يعني السبلاي. نمسح السبوره. معانا كده شباب والدنيا تمام فاهمين ولا ايه؟ لو فاهمين مش فاهم يقول لي يرفع ايده. طيب يرفع ايده هو تحت البطانية كده. طيب شيفتس ان سبلاي كيرف اهو تعالوا بقى نرسمه اهو. ده كده اللي هو المحور الرأسي الفيرتيكال اكسس، وده الهوريزونتال اكسس اللي هو المحور الافقي. هنا البرايس وهنا الايه كونتنت سبلاي، وادي السبلاي اهو. هيحصل له ايه شيفت ايه عند السعر بقى اهو. شايفين ده كده عند نفس السعر 3 اهو، والكميه كام؟ 30. دي 3 ودي 30. سعر 3 الكميه كام؟ لو حصل شيفت بقى اهو ده شيفت اب اهو عشان زياده اهو لاس 1. حصل شيفت اب من اس الى اس 1 اهو، يعني المعروض اهو زاد كده اهو. الكميه زادت هتزيد الكميه هتزيد. زادت من كام؟ من 30 from 30 to 50 تعديل ل 50. زادت ليه؟ عشان الاذر فاكتورز التكنولوجي مثلا. التكنولوجي او البرايس اوف انبوتس او ريليتد جودز. او ممكن يحصل شيفت داون اهو. اللي يحصل شيفت داون اهو شيفت داون لايه؟ لاس 2. هيقل هيقل ليه اهو؟ الكميه قلت من 30 تو من 30 ل 10 من 30 تو 10 قالت لي. برضو ممكن يكون البرايس اوف ريليتد جودز او التاكسز زادت. تمام العوامل الايه الاخرى. فهمنا كده الايه اللي بيحصل شيفت اب للسبلاي او شيفت داون، والفاكتورز دي الاربعه اللي احنا قلناهم. ده شيفت اب اهو، يعني الكلمه دي اسمها ايه؟ شيفت اب. شيفت اب يعني ايه؟ انتقال لاعلى. شيفت داون يعني انتقال لايه؟ لاسفل. لا السبب الـ other factors التكنولوجي والـ price of related goods وهكذا. طيب تعالوا بقى اتكلمنا عن السبلاي والديماند والشيفت في السبلاي والشيفت اند ديماند. هنتكلم عن النهارده عن الايكوليبريم. ايكوليبريم يعني ايه ايكوليبريم؟ يعني توازن بين السبلاي والايه والديماند، يعني اللي يتعرض للبيع يتم شراؤه كل البضاعه ايه. طيب لو اتعرض كمية كبيرة في السوق والكمية المطلوبة قليلة، يعني المنتجين راحوا بعرضوا البضائع وفرشوا في السوق وما باعوش كل البضاعة، هيبقى معاهم ايه؟ زيادة في المعروض، اكسس سبلاي. دي حالة. يبقى الحالة الأولى لو السبلاي مور زان الديماند، يعني السبلاي أكبر
من الديماند، العرض اكتر من الطلب، هيحصل ايه؟ اكسس سبلاي، زياده في العرض. ولو العكس، لو المنتجين راحوا السوق وفرشوا البضائع بتاعتهم وناس كتيره جت هجمت على السوق واشتروا كل البضائع اللي في السوق ولسه عايزين يشتروا بس ما فيش، يبقى هنا في اكسس ديماند، زياده فين؟ في الديماند. كوانتيتي ديماندد مور ذان كوانتيتي سبلايد، كميه المطلوبه اكبر من المعروضه، يبقى ده مش ايكوليبريم. امتى الايكوليبريم؟ لما السبلاي يساوي الديماند او الكميه المطلوبه، الكوانتيتي ديماندد ايكوال كوانتيتي سبلايد، يبقى الايكوليبريم برايس اند كوربينج اند كوانتيتي، السعر التوازني والكميه التوازنيه كمز وير، بيحدث امتى؟ الاماونت ويلنج سبلايد ايكوالز ذا اماونت ويلنج، الكميه الويلنج دي اللي هي ناوي يشتريها، يعني الكميه المطلوبه تساوي الكميه المعروضه. ان ا كومبيتيتيف ماركتس، في الاسواق التنافسيه، الاسواق اللي قايمه على المنافسه، يعني ذا ايكوليبريم، ذيس ايكوليبريم از فاوند ات، بيحصل التوازن دوت امتى؟ انترسكشن، التقاطع بين السبلاي والديماند كده، بين منحنيات العرض والطلب. There are no shortage، مفيش shortage اللي هي excess demand، زيادة في الطلب، لا في عجز or surplus ولا فائض. In this equilibrium price، عن at this equilibrium، عند هذا السعر. طيب supply and demand، طب تعالوا نرسم بقى الاثنين مع بعض اهو. ادي البرايس اهو، ادي السعر، وهنا عندي الكوانتيتي ايه؟ سبلاي ده المعروض، والكوانتيتي ديماندد ده الايه؟ المطلوب، وده البرايس 1 2 3 4 5 او بيزيد. الكوانتيتي سبلايد هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد معاه، لان في بوزيتيف ريليشن شيب، هنا 10 بقت 20، زادت لان السعر زاد من 1 2 2 وهكذا. البرايس بقى 3، كوانتيتي سبلايد 30 وهكذا بتزيد. بينما وير از كوانتيتي ديماندد ديكريزز، بتقل اهو، هنا 50 وهنا 40 30 20 بتقل. يبقى هيتساوى فين؟ شايفين الناحيه الصفراء دي اللي انا ملونها بالاصفر دي؟ نمسح الحاجات دي عشان شايفين العمود الاصفر ده؟ عند العمود الاصفر ده السعر ده عنده الكميه المعروضه اهي، كوانتيتي سبلاي دي ايكوال الكوانتيتي ديماندد. حلو، يبقى الكميه دي اسمها الكميه التوازنيه، ايكوليبريم. اهو كلمه ايكوليبريم الوضع اللي بيتساوى فيه. يبقى ال 30 اسمها الايكوليبريم ايه؟ كوانتيتي، كميه توازنيه. وال 3 ديت اللي هي السعر، ده الايكوليبريم برايس، يعني ده الايكوليبريم ايه؟ برايس، ودي الايكوليبريم ايه؟ كوانتيتي. طيب الماركت ستيت، هنا في حاجه اسمها الماركت ستيت، حاله السوق. هنا فيه ايه؟ الحالة دي حالة ايه؟ إيكوليبريم ايه؟ توازن. طب الحالة دي هنا الكمية عند سعر واحد وسعر اتنين، كوانتيتي سبلايد أقل ايه؟ يعني السبلايد 10 والمطلوب ايه؟ 50 أو 50، يبقى مطلوب أكتر معروض، يبقى في شورتيج، في عجز في السوق، لأن البضاعة المعروضة قليلة أهو، معروضة 20 ومطلوب 40، والحالتين دول يبقى في شورتيج. طيب دي الحالة الأولى، والحالة اللي بعد كده أهو حالة السربلس. السربلس يعني فائض. فائض ليه؟ لأن معروض كام؟ 20 ما اتباعش غير كام؟ معروض 40 ما اتباعش غير 20. وعند سعر 50 أهو، عند الكمية المعروضة 50 ومش مطلوب غير 10، يبقى هنا فيه إيه؟ فيه الفرق بينهم ده اللي هو السربلس. سربلس يعني فائض. يبقى ده التوازن. طب تعالوا بقى في السلايد اللي بعد كده نشوف التوازن ده بيانيًا. هنشوف الكلام ده بياني، هنزل بالمحور الافقي وده المحور الرأسي، احط هنا الكوانتيتي سبلايد وديماندد برضو، خلي بالك هنا الكوانتيتي سبلايد وايه؟ وبرضو كوانتيتي ايه؟ ديماندد، كيو دي وكيو اس، هنا في ايه؟ نقص، لازم تحط الاثنين لان هرسم العرض والطلب. ده السبلاي اهو وده الديماند، حلو كده؟ فين الايكوليبريم بقى؟ في النقطة دي، النقطة اللي انترسكشن دي، التقاطع دي في النقطة دي اهو. التوازن هنا في الجدول اللي فات كان عند السعر كام؟ 3، والكمية الكوانتيتي سبلايد كام؟ 30، شاطرين. طيب هنشوف بقى، عند سعر اعلى من 3 ات برايس 5، عند سعر برايس، حلو قوي، يبقى عند سعر برايس دوت، عند السعر اللي هو ال 5 ده، الكمية المعروضة السبلاي ده أكبر من الديماند. عرفت منين؟ المسافة من هنا لغاية السبلاي ده السبلاي، بينما المسافة من هنا لغاية
المحور لغايه الطلب ده الديماند، الديماند المسافه دي بس، بينما السبلاي المسافه كلها. يبقى هنا السبلاي اللي هو العرض اكبر من الديماند، يبقى في هنا ايه؟ في سيربلس هنا. في ايه؟ الكلمه دي فيها ايه؟ يعني سيربلس. اهو دي ايه؟ سيربلس. يعني ده سيربلس يعني فائض، بضاعه اتعرضت في السوق مش لاقين حد يشتري. طب العكس بقى، السعر هنا عند كام؟ 1 at price 1 the quantity اللي هنا السبلاي قد ايه؟ السبلاي قليل اهو من هنا لغايه السبلاي، ده السبلاي، بينما الديماند من هنا لغايه الديماند. يبقى انا هنا في النقطه دي الدي اللي هو الديماند، نكتبها عشان بالليزر عشان تقعد، الديماند اكبر من السبلاي. يبقى هنا فيه شورتيج، شورتيج يعني عجز، عجز في السوق اهي، الكلمه دي شورتيج، شورتيج، شورتيج يعني ايه؟ عجز. يبقى في لا عجز ولا فائض هنا. يبقى هنا في ثلاث حاجات، في توازن اللي هو الايكوليبريم، وفي فائض لما العرض اكبر من الطلب، وفي عجز لما يكون الطلب هو اللي اكبر من العرض. يبقى دي حالات السوق، ثلاث حالات. طيب كده خلصت المنهج، شكل الامتحان ممكن يجي ازاي؟ الاكزام موديل هدي لك جدول زي كده اهو، تمام، هدي لك جدول زي ده. البرايس هنا كام؟ 10، وعند ده الجدول زي اللي خدناه بالظبط، وهدي لك الكوانتيتي ديماندد والكوانتيتي سبلايد. طبعا الكوانتيتي سبلايد بيزيد مع السعر، ده 10 20 30 40، السعر 50، الكوانتيتي سبلايد بيزيد معاه 20 40 60 80 ايه، والكوانتيتي ديماندد بتقل اهي. ده جدول زي اللي خدناه. واقول لك ايه بقى؟ المطلوب required دي يعني المطلوب، required المطلوب، عايز الايكوليبريم برايس والايكوليبريم كوانتيتي ويز جراف مع الرسم. هتيجي قايل لي هتشوفهم بتساوي فين؟ اول ما تشوف الاثنين دول متساويين اهو، ادي 60 دي الكوانتيتي سبلايد وده الايه؟ كوانتيتي ديماند، عندي سعر كام؟ 30. يبقى هتقول لي كيو هتاخدها منين؟ هي كوانتيتي سبلايد تساوي كذا، تساوي 60، والكوانتيتي ديماندد كيو دي بتساوي برضو كام؟ 60، والبرايس اللي ده سعر التوازن بيساوي كام؟ 30. حلو كده اهو. ويز جراف، جراف دي كلمه جراف يعني الرسم، على الرسم باني. هترسمها لي كده اهي، ادي هتقول الكوانتيتي سبلاي دول ايه، وترسم ادي الايه، ده السبلاي وده مين؟ الديماند، ودي النقطه دي عند سعر كام هنا؟ السعر 30، تحط هنا البرايس وهنا الكيو دي كوانتيتي ديماندد، والكميه 60 اهي، ترسم لي ده. يبقى ده المطلوب الاولاني سهل جدا اهو. وات ويل هابن يعني ماذا سوف يحدث اف برايس مور ذان ايكوليبريم، ماذا سوف يحدث لو السعر اعلى من السعر التوازني؟ هو السعر التوازني هنا كام؟ 30. لو السعر اعلى منه يعني عند 40 او 50، ايه اللي بيحصل؟ الكميه الكوانتيتي سبلايد اكبر من الكوانتيتي ديماندد عند الاثنين دول، كوانتيتي سبلايد مور ذان كوانتيتي ديماندد. يبقى عندي ايه في السوق؟ عندي هنا عندي سيربلس، يبقى ده يحصل ايه؟ سيربلس، عندي فائض. السيربلس ترسمه ازاي؟ هتيجي هنا كده عند سعر كام وتيجي عامل السيربلس اهو، عند سعر 40 مثلا، في تكتب هنا سيربلس. طيب السؤال اللي بعديه، وات ويل هابن اف ذا برايس ليس ذان 30، لو السعر اقل من 30، 30 ده مش السعر التوازن، لو اقل منه يعني عند 20 او 10، هيحصل ايه في السوق؟ كوانتيتي سبلايد اقل من الديماند، الديماند هي اللي اكبر، يبقى في هنا ايه؟ شورتيج في الايه؟ يبقى هتيجي هنا في الرسمه دي تحت ال 30 تقول عند 20 مثلا، في هنا شورتيج في السوق، الرسمه بتاع الايه؟ شورتيج اللي هي العجز. طيب هتيجي تقول لي بقى ايه؟ وات از ذا افكت اوف ريزنج اوف بوبيليشن وذ جراف؟ ايه اثر زياده السكان؟ زياده السكان هيعملوا ايه؟ هيعملوا زياده في الطلب. مش ده التوازن اللي احنا راسمينه اهو؟ الرسمه دي، وده السبلاي، وده الديماند، وده البرايس، وده الكيو. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه لو السكان زادوا؟ الطلب هيزيد، هتيجي زايد لي، هتنقل الطلب لليمين اهو، يبقى هنا الكميه هتزيد والسعر هيزيد. طيب ده لو ايه؟ طب بيقول لك ايه بقى؟ وات از ذا افكت اوف ديكريزنج تاكسس، الضرايب لو قلت هيحصل ايه؟ لو الضرايب قلت، تعالوا نمسح وارسمها لكم، لو الضرايب قلت هيحصل ايه؟ العرض هيزيد. لو الحكومه خفضت الضرايب على المنتجين هيعملوا ايه؟ هيروحوا ينتجوا اكتر واللي يزودوا الانتاج.
مسحنا السبورة اهو، في نقطة هي لسه ما اتمسحتش عشان ننضف كويس. طيب معانا ادي الرسمة بتاعتنا اهي، هتحط هنا كيو بي، وده الايه، ده السبلاي، وده مين الديماند اهو، والنقطة دي نقطة التوازن اللي هي عندك كام هنا، السعر كام 30 اهو من الشكل، والكمية كام هنا 60، التوازن ايه. طيب انت بيقول لك هنا ايه، what will the decrease taxes، decrease دي يعني تقل، وتاكسز يعني الضرايب متقل، يبقى العرض هيقل كده، هينتقل للشمال كده هيقل اهو، هيبقى من اس لاس شرط او اس 1، يبقى السعر هي ايه، يزيد، يبقى الضرايب هتخلي العرض يقل فالسعر يزيد من 30 مثلا ل 40. فهمنا كده الاسئله، يبقى الامتحان زي كده، او ممكن يجي تعريفات او اكمل يقول لك كومبليت تعريف معين او فيه كلمات ناقصه، كلمات ناقصه، بس الامتحان مش هيخرج من المحاضرتين دول. اتفقنا يا شباب؟ ولو في حاجه هتواصل معاكم من خلال الصفحه دكتور عيد الكيلاني فريندز على صفحتي على الفيسبوك، وهنزل لكم المحاضرات دي عليها ان شاء الله. اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله هذه الظروف العصيبه تمر بسلام وبخير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.